بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى دلوقتي في مراجعتنا هنخش على السؤال الثاني في الامتحان اللي احنا شغالين فيه اللي هو الامتحان السابق. بيقول لي بروف ذات، السؤال الثاني عايزين نثبت ان العلاقه دي صحيحه اثبات مش بالماثيماتيكال اندكشن. ماشي، دي خصائص الايه؟ خصائص ايه؟ الكومبينيشنز. يعني ان زائد 1 سي 2، يعني ايه ان؟ يعني احنا عارفين القاعده ان سي ار، القاعده بتقول لك ايه؟ ها ماشي، فاكتوريال ان، يعني اللي فوق فاكتوريال، خلاص فاكتوريال ده ناقص ده هيبقى فاكتوريال ها ان ناقص ار فاكتوريال ار، دي القاعده. يبقى دي هنطبق القاعده دي دلوقتي، خلاص هنطبق القاعده دي. يبقى فاكتوريال اللي فوق بقى كده، اللي فوق ناقص اللي تحت فاكتوريال اللي تحت، تاني فاكتوريال اللي فوق فاكتوريال اللي فوق ناقص اللي تحت فاكتوريال اللي تحت. طب يلا نعمل، يلا بقى نعمل، يلا هنطبق القاعده دي والخصائص اللي احنا قلناها قبل كده ما ننساهاش. يلا بينا، هنمسك الطرف ده نبدا بيه. يبقى فاكتوريال اللي فوق، يبقى هبدا هنا كده اهو، فاكتوريال اللي فوق يبقى ان زائد 1 فاكتوريال، فاكتوريال اللي فوق اوفر فاكتوريال ده ناقص ده، يعني ان زائد 1 ناقص 2 فاكتوريال، فاكتوريال اللي تحت يعني فاكتوريال 2. طب دي كده زائد اهي، زائد اهي، خلاص فاكتوريال اللي فوق اهو، يبقى فاكتوريال ان ده ناقص ده يبقى ان ناقص 2 فاكتوريال، طب فاكتوريال اللي تحت يبقى فاكتوريال 2. عايز بقى اخد الطرف ده اقعد العب فيه ودندن فيه كده لغايه لما اوصل للايه؟ للان سكوير. بس يبقى اللي انا طبقته ده ها تطبيق مفهوم الايه؟ الان فاكتوريال ار او ان سي ار. اهو هقولها تاني هنا، هقولها تاني هنا، ها فاكت ان سي ار اهي ها بتساوي فاكتوريال اللي فوق، اللي فوق ناقص اللي تحت فاكتوريال، يعني ان ناقص ار فاكتوريال، اهو باكد عليها فاكتوريال اللي تحت بس. عملنا اهي، جميل خلاص واضحه، واضحه. يلا بينا بقى نلعب مع بعض في الحته الجميله دي. بصوا هنعمل ايه؟ ها هنعمل ايه؟ واحد ناقص اتنين، واحد ناقص اتنين تبقى كام؟ لما اقول واحد ناقص اتنين ها هتبقى كام؟ واحد ناقص اتنين تبقى ناقص واحد، يبقى هنا دي ناقص واحد اهي، يبقى دي كده ماينس وان اهي، ماينس وان. حلو جدا. طيب ده اعلى من ده ودوت اعلى من ده، فكل حاجه عاليه انزلها للقليله، يعني ان زائد واحد دي اقوم جاي خليها ان زائد واحد فاكتوريال ان اهو. طب هنا دي برضو دي اعلى من دي، دي ان متاكل منها واحده، دي ان متاكل منها اتنين، دي ان متاكل منها واحد، دي ان متاكل منها اتنين. يبقى نمسك دي هخليها ان ناقص واحد اهي فاكتوريال ان ناقص 2، اهي بقت ان ناقص 2 فاكتوريال، بقت اختي دي وفاكتوريال 2 اهي ماشي، زائد هنا فاكتوريال ان اهي، وهنا ان ناقص 2 فاكتوريال و2 فاكتوريال. حلو قوي قوي قوي. الحاجات المشتركه بقى يلا ناخدها، الحاجات المشتركه يلا بينا ناخدها. طب ايه المشترك؟ المشترك هنا اهو، ادي ان فاكتوريال، ادي ان فاكتوريال، حلو قوي، ادي فاكتوريال 2، وهنا في فاكتوريال مين كمان؟ يلا وهنا في فاكتوريال مين كمان؟ بصوا كده كويس، ها في فاكتوريال مين كمان؟ بصوا كويس، فتح عينك تاكل ملبن. ايه كمان؟ اهو كده فاكتوريال مين؟ ان ناقص 2. حلو جدا. كل المشترك ده خده بره عامل مشترك، يعني هاخد فاكتوريال ان فوق، وهاخد من هنا ها، وهاخد هنا ان ناقص 2 فاكتوريال، فاكتوريال 2، كل اللي انا عمليه شطه بالاحمر خدته، وافتح قوس والباقي يدخل، الباقي يدخل بقى هنا في القوس ده. ماشي يا ابطال؟ يبقى اللي داخل مين؟ كل اللي مش عليه شرطه حمراء، يبقى هنا داخل مين؟ ان زائد 1 على ان ناقص 1. طيب زائد هنا مين؟ كل دول متاخدين، يبقى هنا 1 على طول. طالما كله اتاخد يبقى 1، بحيث ده هينضرب في الواحد يجي ده اهو. حلو قوي. طب ازاي نجمع دول مع بعض؟ سهله، الواحد ده هخليه ان ماينس 1، ان ماينس 1. ماشي، الواحد ده اي واحد في الدنيا، الواحد 5 على 5، 6 على 6، ان على ان،
ان ماينس 1 على ان ماينس 1 اي شيء على نفسه. يبقى الواحد ده الواحد ده هبص له ايه؟ ها ان ماينس 1 على ان ماينس 1 يبقى الواحد كده هنا. طب اصبح المقام ده زي بعضه. ايوه اهو ان ماينس 1 هتجمع اللي فوق ان زائد واحد وان ناقص واحد. الواحد ده يروح مع الواحد ده بقى هنا في اتنين ان. حلو قوي. وهنا في بقى مين؟ بصوا فاكتوريال ان وهنا فاكتوريال ان ناقص اتنين اهي فاكتوريال اتنين. حلوة دي حلوة قوي قوي قوي. ليه؟ بصوا يا جماعة بصوا يا جماعة الاتنين ديت اهي الاتنين دي شايفينها هتروح مع دي لان فاكتوريال اتنين باتنين. حلوة. هنلعب في الان دي الفاكتوريال ان هخليها ان فاكتوريال ان في ان ناقص واحد في ان ناقص اتنين فاكتوريال. بص بقى فاكتوريال ان كان هنا فاكتوريال ان. بص فاكتوريال ان هنا ما تنساش هنا كان في فاكتوريال ان صح. طب الفاكتوريال ان هنلعب فيها لعبه جميل ازاي؟ هخليها كده. بصوا فاكتوريال ان بتساوي ان في ان ناقص واحد فاكتوريال ان ناقص اتنين. شايفين ماشيه ازاي؟ طالما ورا بعض ورا بعض ورا بعض خلاص يبقى همسك فاكتوريال ان دي والعب فيها اللعبه دي. يلا يبقى فاكتوريال ان دي هتتشال ويتحط بدل منها مين؟ ها هتتشال وتحط بدلها ان اهي ان ناقص واحد فاكتوريال ان ناقص اتنين. فاكتوريال ان ناقص اتنين. اوبا اوبا اوبا. بصوا ديت راحت مع ديت. ايه الحلاوه دي؟ وديت راحت مع ديت. تبقى مين؟ ان. في ان تبقى ان سكوير اللي هو الطرف مين؟ اللي هو الطرف ده اهو. وكده اثبتنا المساله رقم واحد. كده اثبتنا المساله رقم واحد. جميل جدا. يلا نخش على مساله رقم اتنين. يلا نخش على مساله رقم اتنين. بيقول لي استخدم يوز. هو مديني الفكره خلي بالكم او مديها لي كهنت. بيقول لي استخدم الباينوميال سيرم عشان تثبت العلاقه دي. العلاقه دي عايز اثبت العلاقه دي. العلاقه دي يعني ايه؟ بصوا معايا سيجما عايز اثبت العلاقه دي. هنا الجزء ده عايز اثبت ان سيجما اهي مش سيجما ان وهنا كي اهي من كي بزيرو الى ان بتساوي 2 اس ان. وفي الواقع المساله دي نعملها في فيديو بس هو كتبها لكم بطريقه يعني قال يعني طريقه جديده. هي عاديه هي عاديه جدا. ازاي؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ الكي بتتحرك يعني بتمشي ازاي؟ ها اول حاجه خد زيرو يبقى هنا ان زيرو يبقى هنا ان زيرو ادي اول ترم لما تحط كده زائد ها ان واحد زائد ان اتنين ها زائد ان تلاته صح كده وهكذا زائد وهكذا وهكذا اخر حاجه ان ان بتساوي 2 اس ان. يعني عايز اثبت دي ودي مساله احنا حلينا في فيديو بس ما دام احنا بنعمل مراجعه يلا نراجعها. الباينوميال سيرم. طب الباينوميال سيرم معناها ايه؟ ها مين يفتكر؟ الباينوميال سيرم اهي A بلس B صح مش صح؟ اهي اس ان بتساوي ها ال A اس ان وهنا مين؟ هنا هنا ان سي 0 وهنا B باور 0 يعني الزيرو ده هنا يعني ممكن ان شئت كتبتها كده ان شئت كتبتها كده يعني ان شئت كتبتها كده. بصوا معايا ان شئت كتبتها كده تبقى هنا بي اس 0 وهنا اي باور ان. لاحظ الباورات دي مجموعها ان. طب اللي بعده هيجي مين؟ ها اللي بعده هيبقى ان واحد بي اس 1 اي باور ان ناقص 1 زائد اللي هيجي بعده مين؟ دي الباينوميال سير احنا بنكتب الباينوميال سير زائد اللي بعده هيبقى هنا ان 2 ماشي بي اس 2 اي باور ان ماينس 2 زائد وهكذا اخر ترم هيبقى هنا ان سي ان ماشي بي باور ان اي باور 0 اللي هو ان ماينس ان ده ناقص ده يبقى هنا اي 0. طيب انا شايف هنا في 2 اس ان. حلو هاخد ال A بتساوي B تساوي 1 بس خلصت. هاخد A تساوي B تساوي 1 هاخد A تساوي B تساوي 1 وخلصت المسألة. يلا بينا هشيل ده واحط 1. بصوا في نفس المسألة دي يلا هشيل ال A وال B واحطهم بواحد يعني هحط A بواحد وال B بواحد
بقى هنا في عندك مين؟ بص كده بقى معايا، بقى هنا واحد زائد واحد، بقى هنا واحد زائد واحد، حطيت الاي بواحد والبي بواحد. طب هنا واحد اس زيرو واحد، وهنا واحد اس ان واحد، بقى ده كل ده واحد، واحد اس واحد واحد، وواحد اس اي حاجه واحد، بقى هنا واحد في واحد، وهكذا وهكذا، كل ده وحايد، كل ده وحايد. اوبا وصلنا. واحد زائد واحد يعني كام؟ يعني اتنين. يبقى اصبح اتنين اس ان بتساوي نفس المقدار اهو، اللي هو ان سي زيرو. ما هو ده اللي هو مين؟ هو سيجما، وحط هنا ان، وهو ده الكي بقى اللي عمال يلعب ويتحرك، بياخد زيرو واحد واتنين. هو ده الكي، هو ده الكي، هو ده، هو ده الكي اللي بيلعب. الان ثابته لان الصمشه على الان من كي بزيرو اهو، اول بدايه تاخد زيرو واحد واتنين اهو اهو، يبقى الكي بزيرو اهو الى ان ما توصل الى ان اهي. يبقى هو ده، يبقى انت اثبتها خلاص. طيب كده احنا اثبتنا دي. يلا نخش على السؤال الثالث. السؤال الثالث جميل جدا جدا جدا. السؤال الثالث بيقول لنا ايه؟ السؤال الثالث والاخير بيقول لي اثبت ان لاي عدد ايه. ماشي، السؤال الثالث جميل قوي قوي قوي، عايزين نثبته مع بعض لانه سؤال بسيط جدا. يلا بينا نشوف مع بعض السؤال الثالث. عايزين نثبت شو زاد الايه عدد صحيح انتجر اهو، اكبر من او يساوي واحد. عايزين نثبت ان هذا المقدار انتجر، يعني عايزين نثبت ان a سكوير ماينس 1 في a بلس 2 اوفر 4 از ان انتجر. انا يخوفني الصيغه ليه؟ ممكن تيجي لك المساله دي بصيغه ثانيه، يعني عارف تيجي لك ازاي؟ يقول لك سيبك من الاربعه، يقول لك اثبت ان ال a a سكوير ماينس 1 a بلس 2 از ديفيزبل باي 4 فور اني انتجر a بوزيتيف انتجر اكبر من او يساوي 1. بقت صيغه جديده. طيب انا عايز اثبت ده انتجر. انتجر يعني ايه؟ يعني ده بيقبل اسم على ده. انتجر يعني ده بيقبل اسم على ده، بس خلصت. طب نثبتها ازاي؟ اول حاجه لاحظ معايا ان دي ايه؟ a سكوير ماينس 1 هي a ماينس 1 في a بلس 1. ماشي؟ وهنا مين؟ ها؟ وهنا a بلس 2 اوفر 4. في اثبات سهل جدا. دول عباره عن مين؟ اربع ارقام متتاليه. a ماينس 1، خلي بالك a ماينس 1 بدايه، وده اثبات سهل قوي. ال a ماينس 1 يلي a، يعني لو بدات ترتب هترتب كده a ماينس 1 a a زائد 1 a زائد 2، اربع ارقام متتاليه، يبقى على طول تقبل القسم على اربعه. خلاص خلصت وانتهت. هتقولها له كده سينس، يبقى ده اثبات جديد صغير خالص، اثبات صغير خالص. دول عباره عن a ماينس 1 وبعديها a، خلي بالك هنا ده a وبعديها a اهو. انت بادئ ب a ماينس 1 اهو، a a زائد 1 a زائد 2، اربع ارقام متتاليه. طالما دي اربع اعداد صحيحه متتاليه يبقى حاصل ضربهم يقبل على الفور على طول. ثلاث ارقام متتاليه يبقى يقبل على الثلاثه، رقمين متتاليين يبقى يقبل على اثنين، وكده اثبات انتهى. طب عايزين نثبتها اثبات تاني، كده اثبات انتهى. هتقول a ماينس 1 يلي a يلي a زائد 1 يلي a زائد 2، اربع ارقام متتاليه يبقى يقبل اسم اربعه. ده طريقه وانتهت المساله. في اثبات تاني اللي احنا بقى عاملينه اللي هو مين؟ هفترض ال a بتساوي 4 k، ادي اول صوره، او بتساوي 4 k زائد 1، او بتساوي 4 k زائد 2، او 4 k زائد 3. دي الصور المختلفه اللي ممكن تاخدها ل a. هتعوض بكل حاله من دول هتلاقي المقدار ده بيقبل على الاربعه. يلا ناخد الحاله 4 كي، يلا شيل ايه وحط 4 كي، هيبقى عندك هنا 4 كي ناقص 1 اللي هو اول واحده. طب ديت 4 كي، طب ديت 4 كي زائد 1، ماشي 4 كي زائد 2، 4 كي زائد 2 اهي على 4 اهي. الأربعة ديت هتروح مع دي يبقى ترو، بقى عدد صحيح. خلصت. تعالى نمسك الحالة التانية. يبقى أنت مسكت الحالة الأولى، لما تاخد 4 كي زائد 1، شيل بقى دي، بص كده أول واحدة، أول واحدة تبقى 4 كي زائد 1 ناقص 1، أدي أول واحدة، أدي الـ A أهي، خلي بالك. الـ A 4 كي زائد 1 ناقص 1. الـ A 4 كي زائد 1، 4 كي زائد 1.
ده الـ A اللي بعدها 4 K زائد 1 ده الـ A زائد الواحد اهي اللي بعدها 4 K زائد 1 زائد 2 حلو بص كده معايا 1 ناقص 1 كل ده على 4 اهو على 4 شيل بقى الواحد من هنا مع الواحد ده بقت كام؟ بقت 4 K اهي ما هو 1 ناقص 1 1 ناقص 1 طارت اهي بقت 4 كي تروح ال 4 مع ال 4 طارت ولا ما طارتش؟ بقى عدد صحيح وبنفس الطريقه كل مره هتلاقي واحد يكتب ده هعمل لكم بس مين؟ هعمل لكم 4 كي زائد 2 يلا احنا عملنا 4 كي وعملنا 4 كي زائد 1 هعمل دي واسيب لكم دي سهله نفس الطريقه انا عملت اثبات اولاني كمان سهل قوي يلا ناخد 4 كي زائد 2 يلا دي هيبقى هنا 4 كي زائد 2 خلي بالك دي بس الـ A طب ماينس 1 ادي ماينس 1 اهي 4 ال A ال A 4 K زائد 2 اهي 4 K زائد 2 ده ال A خلاص طيب ماشي هنا 4 K زائد 1 يبقى هنا 4 K زائد 2 زائد 1 ماشي هنا 4 K زائد 2 ما ننساش اللي هي ال A اللي بعديها بقى اللي بعديها اهي 4 K زائد 2 اهي احنا عملنا كام ال 1 2 انا في الثالث اهو زائد 1 ماشي وبعد كده 4 كي زائد 2 زائد 2 اهي خلاص يلا بينا اهي بصوا كده معايا 4 كي طبعا كل ده على 4 هنشوف هيطلع هتروح ال 4 ولا مش هتروح هتروح حالا دلوقتي بصوا كده معايا 4 كي 2 ناقص 1 1 يبقى دي 1 هتبقى هنا دي 1 طيب هنا 4 كي زائد 2 اللي هي الايه خلاص طب 4 كي زائد 2 زائد 1 يبقى زائد 3 يبقى هنا زائد 3 اهي يبقى دي هنا دي 3 يبقى هنا دي 3 بص بقى ده اللي حل المشكله هو ده اخر ترم هو اللي حل لنا المشكله ليه اخر ترم حل لي مشكله اهو 2 و2 4 يبقى هنا في 4 2 و2 4 يبقى هنا 4 حلو أربعة خدها عامل مشترك تروح مع الأربعة اللي إيه؟ اللي تحت بس يبقى في كل أمور الحالة الأخيرة أهم بقى سهل نفس الطريقة هتلاقي في أربعة تتاخد عامل مشترك خلاص بنفس الطريقة أوكي الله يعطيكم العافية كده إحنا خلصنا الإيه الكوشن الثالث وخلصنا الإيه الميد اللي فات اللي زي ده اللي هو ميد 1 بالسنة السابقة والضرب أي حاجة تقف معاكم تواصلوا معايا عندك تليفوناتي أهي موجودة أهي تليفونين رقم سعودي ورقم مصري موجودين فوق على الشاشه اهي اتواصلوا معايا اي حاجه تقف معاكم قولوا لي معاكم لغايه الفجر اي حاجه تقف معاكم اي طالبه تقف معاها اي حاجه تتواصل معايا ونفتح زوم واشرح لها كل حاجه هي عايزاها يا دكتور الحقني مش فاهمه دي جت ازاي انا معاكي اوكي يلا بالتوفيق ايفري ون اوكي الله يعطيكم العافيه